سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني. أولى ثانوي، إحنا النهاردة إن شاء الله مع يونت 2. يونت 2 درس الريدنج الخاص بيونت 2. درس سهل جدا وبسيط، وهتلاقي كلكم عندكم المعلومات اللي موجودة جوه درس الريدنج ده، لأن هو بيتكلم عن محمد صلاح، شخصية معروفة جدا، فوتبولر يعني عالمي. محمد صلاح. يونت 2 people who help، وهي اصلا يونت 2 بتتكلم على الناس اللي بتدعم المجتمع، supporting او helping the community، الناس اللي بتدعم المجتمع. طبعا هو عشان ما شاء الله يعني بيساعد، يعني من الاغنياء اللي بيساعدوا في بناء الدوله وبيدعموا ناس كتير يعني في المجتمع، وليه يعني ما شاء الله حاجات خيره كتير جدا. تعال نبدا درس الريدنج عشان اللي ما يعرفش بقى عن محمد صلاح بعض المعلومات هتتعلم معايا. محمد صلاح. محمد صلاح is one of Egypt's most famous footballers. He is admired for his speed and ability to score goals. طبعا معروف ما شاء الله، هو جدا مشهور عالميا، واحد من احسن لاعبين كرة القدم. الناس بتعجب بيه ليه بقى؟ سرعته وقدرته على تسجيل الاهداف بسرعة. In 2017 he scored the goal to send Egypt to their first World Cup finals since 1990. في سنة 2017 سجل هدف ممتاز لمصر خلاها صعدت لكأس العالم. طبعا الكلام ده ما كانش حصل ان هي صعدت لنهايات كأس العالم سنة 1990. صلاح has been praised for his kind and generous donations to charity in Egypt. الراجل ده معروف ما شاء الله ان هو خير جدا وكريم جدا وبيعمل تبرعات لمؤسسات خيرية كتير في مصر. He donated money to his hometown of Nagri to build a school. عمل في قريته اللي اتولد فيها تطوع بمبلغ كبير جدا، وهوم تاون مقصود بيها مكان ولادته يعني او مكان نشأته، عشان طبعا ان يعمل مدرسه ويبقى خير مع الدوله دي. He has helped at a children's cancer hospital in Cairo. الى جانب مساعدته كمان لبعض المستشفيات لسرطان الأطفال، ربنا يعافيكم ويعافينا يا رب. صلاح desire to help others is because he wants to give young people a chance to succeed. He is a role model to millions of Egyptians who gave him the nickname the happiness maker. نموذج كويس جدا للشباب الصغيرين ان هم يبقوا نفسهم، يطوروا من نفسهم ويبقوا حاجة كويسة زي محمد صلاح. لما يقول he is a role model على حد يعني هو قدوة ليك. طبعا ملايين من المصريين بيبقى بالنسبة لهم واحد زي محمد صلاح ده قدوة. هم مدينه كمان نيك نيم، اسم شهرة، ب happiness maker، بصانع السعادة. درس بسيط جدا جدا، هنستكمل دروس الريدنج في فيديوهات تانية عشان ما يبقاش الفيديو كبير، وهتتابعوني إن شاء الله وربنا يجمعني بيكم على خير، أشوفكم على خير كلكم. سلام، مع السلامة.